God. ايوه عندي لك عندي لك خارجية. اللي صار هذا الباص يا سيدي محمل المعتمرين وشكر مفاقد البريك من العدسيه فضارب باص فار وتعدى هون. هاي التريلا كانت ماشيه نازله ما في يعني فدخل في التريلا تغير مسار اثنين التريلا ضربت المخازن هاي والباص ظل متعدي مثل ما انت شايف. طبعا الشرطه بلغونا 16 وفاه. الحمد لله والشكر. ممتاز ممتاز ممتاز. كنا مروحين كان الباص مسرع كثير كان مهور فينا وبعدين كلب خلاص هذا كل اللي صار معنا يعني سرعة زايدة. بدك تحكي معها تطمن عليها؟ هسه احنا كنا عندها كنا عندها بدك تحكي معها؟